اثنين حي بن داوود، اثنين حي سيد البشير. راه عندنا بروبليم هنا تاع الصطاد، كنا باغيين نبلعوا الطريق واتصلنا كاع بهنا جواري تاعو حنا كلشي، كنا حوالي واحد 150 واحد بغينا نبلعوا الطريق. اتصل بينا رئيس فيدراليه اللي رانا دايرين فيهم ثقه، السي متراني محمد، وقلنا لهم طرحنا عليهم انشغالات تاعو حنا، قلنا لهم باللي غادي نبلعوا الطريق، قالنا ما تبقاش تبلعوا الطريق، خلونا حنا نديروا التدابير القانونيه. واش هما المطالب تاعكم انتم كشباب؟ المطالب تاعنا حنا رانا هنايا حوالي 24 ايكيب تاع بوله، ما راناش لاقين وين نلعبوا. الحكومه المحليه على راسها رئيس البلديه ورئيس دائره وكاع المعنيين والمسؤولين على الرياضه هنا، على الملعب الجواري راه مغلوق ملي جا المشكل تاع الكورونا، ونورمال 3 سنين هو مغلوق. حنا ماناش نحكوا على الملعب الكبير، الملعب الكبير يلعبوا فيه زوج تاع نورمال الانديه تلعب فيه هنا، حنا نحكوا على الملعب الجواري اللي صرفت عليه الدوله دراهم كبار وراه قاعد مبلع. نورمالمون هذا الملعب يحلوه خاطش يرفد على الاقل يرفد 11 ولا 20 ايكيب، كل فريق عنده 10 لاعبين. هاد الشباب اليوم راه متواجدين اليوم في المخدرات وراهم يتعاطوا الحبوب المهلوسه وقاعدين هنايا في المقاهي، ما عندهم تا اوبجيكتيف. نتمنوا ان شاء الله من السلطات تحل لنا الملعب وتحل البيسين كاع المنشات الرياضيه تاعنا هنا، وعندنا انشغالات بزاف. ان شاء الله احنا اليوم خصصناها باش نحكوا على الملعب الجواري، وان شاء الله تكون السلطات عند تسمع لنا ان شاء الله وتفتح لنا الملعب هذا وقريب العاجل ان شاء الله. والسلام عليكم. كما ناشدت الحركه الجمعويه السلطات المحليه للتدخل لحل هذا المشكل في اقرب الاجل. تفضل. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. باسمي وباسم المكتب التنفيذي لفيدراليه المجتمع المدني لبلديه بلجير، احنا بعد اتصلوا بنا مواطنين جاوا عندنا للمكتب تاعنا، وكانوا هما اصلا كانوا واحد 500 واحد، ولا قال لك اودي احنا غادي نديروا احتجاج منا. احنا منعنا هذا الاحتجاج وقلنا لهم خلوا لنا هذا المشكله اللي راه عندكم تاع الملعب الجواري هذا نحلوها حنايا، باسكو احنا كفيدراليه وهذه الفيدراليه هذه همزه وصل بين المواطن ومؤسسات الدوله، هذه هي. وحنا نتمناو احنا مع هذا سبحان الله هذا المسؤولين هادو يدوا هادو بعين الاعتبار، وهذه هي. بسم الله الرحمن الرحيم. نائب رئيس اول الفيدراليه للمجتمع المدني لبلديه بلجير، حنا نطلبوا من السلطات تحل لهم الملعب الجواري للشباب. هما كانوا بيديروا وقفه احتجاجيه وحنا منعناهم، قلنا لهم قالوا عاودوا نوصلوا الصوت تاعكم للسلطات. كاين شعب الصطادات راهم كاع حالين تاع الجواريين كاع يلعبوا، هاد الصطاد في 3 سنين بلعنا هنا، هلا يعطونا السلطات تعطينا التبرير هلا ينبلعاته، هذا ما كان منطلبوا منهم. وصي السلام عليكم. ولمعرفة رأي السلطات المحلية من الموضوع اتصلنا برئيس البلدية الذي قابلنا بالرفض لأسباب مجهولة.